أول كأس. كانت ليلة بتخوف سنة 1941، كان الهوى يصرخ مثل الشياطين والتلج عم يطير مثل القطن ويتراكم على الشبابيك والبواب. الناس متخبية ببيوتها والشوارع فاضية ما فيها حدا لأن الطرقات مقطوعة. بهديك الليلة كانت نوبة محسن بمخفر الكسوة، عم يقضي ليلته لحاله ويراقب الطريق مشان يحرسه من المهربين والناس يلي بتخالف نظام التموين، بعيد عن رفقاته ومساكن الضيعة. جهز أكله وسلاحه ولبس أواعي سميكة وكفوف سميكة وسكر الباب وشعل النار بالصوبية. تسطح على تخته وهو بيعرف إنه بهالليلة ما حدا بيسترجي يمشي بهالطريق إلا إذا كان مجنون. حاول محسن ينام شوي لحتى يدفى بس ما قدر، مو خوف من المفتش لأنه ما حدا رح يطلع يفتش بهالليلة، بس من البرد يلي كان يخلي النفس يتجمد على الشباك. الريح غيرت اتجاهها وصارت ترد الدخان على الصوبية لحتى تعبت الغرفة دخان. ما قدر يعمل شي لحتى طفى النار وضل عم يتقلب بالبرد وحس انه الدم تجمد بأصابيعه. وقتها حنق كتير على شغله وعلى حظه وعلى معلمه يلي زدته بآخر الدنيا بعيد عن مرته وولاده براتب مو أكتر من 100 ليرة. قرب يصير 40 وقطع سن الأمل والنشاط. فكر براتبه شو رح يشتري فيه وكيف بيعيش من ورا الراتب مع عيلته وإجرة البيت يلي بتكلف 30 ليرة وكيلو اللحم ب5 ليرات والرز ب4 والشاي ب20 ليرة. الصباط ب30 والقميص قد ما كان رخيص ب20. صار يحسب ويجمع ويضرب أخماس بأسداس ويتذكر كل شي تعلمه بحياته عن فن التوفير، وتذكر ابنه الصغير يلي حق كتبه 40 ليرة، ويطير عقله لما يتذكر انه كتب ابنه بالجامعة بتكلف هديك الحسبة. طق مخه لمحسن وهو عم يجمع ويطرح وحس البرد وصل لعظامه، جن ولعن وظيفته والحياة وحاله.